أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة فلان في ذمة الله؟ في ذمة الله لا 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 أصل له أنه قال في ذمة الله. المتوفى يقال توفي إلى رحمة الله، انتقل إلى رحمة الله من باب الدعاء له والتفاؤل له بالخير. ما يقال في ذمة الله، هذا العهد، يعني الذمة معناها العهد. وهل الله قال لك إن فلان إنه في عهدي وفي ما يصلح؟ نعم.